السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في درسنا التاسع إن شاء الله تعالى من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا في المرة السابقة عند العنوان سمية أول شهيدة، وذكرنا ما وقع لسمية بنت الخياط رضي الله تعالى عنها، وهي والدة عمار بن ياسر، وكانت مولاة لأبي حذيفة ابن المغيرة المخزومي، وقتلها ابن أخيه أبو جهل عليه لعنة الله بحربة بعد ما عذبه رضي الله عنها وأرضاها، والنبي صلى الله عليه وسلم وعدها ووعد ولدها وزوجها بالجنة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولا زلنا في ذكر المستضعفين من المسلمين. قال المصنف رحمة الله عليه: وكان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه وأعتقه، منهم بلال، فإنه عذب في الله أشد العذاب. بلال رضي الله تعالى عنه كان عبدا حبشيا، وكان مملوكا لأمية ابن خلف الجمحي، ولما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام عادته قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم حماه الله تعالى بعمه أبي طالب، وأبو بكر رضي الله عنه حماه الله بقومه من بني تيم. أما المستضعفين من المؤمنين أمثال بلال ما وجدوا من يحميهم فعذبوا. بلال كان يجر في بطحاء مكة، يجر بالأرض وتوضع على صدره الحجارة ويعذب أشد العذاب، وكان صابرا، فاشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأعتقه في سبيل الله. وبلال كان له المنزل الرفيع في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، إني سمعت دفن عليك معي في الجنة. قال لي: سمعت صوت نعلينك في الجنة، فأخبرني بأرجى أعمالك يا بلال، بتعمل شنو انت لحد ما وصلت مرحلة انك تخش الجنة وفي الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، والله ما صليت ركعة، ما توضأت وضوءا إلا وصليت ما شاء الله لي أن أصلي. يعني كل ما يتوضأ كان بيصلي شنو؟ ركعتين. فبلال رضي الله تعالى عنه كان له المنزلة الرفيعة في الجهاد، وهو من قتل أمية ابن خلف، كان بيعذبه وكان سيده. فلما لقي أمية مع الأسرى في يوم بدر، وكان أسيرا لعبد الرحمن بن عوف، أسر عبد الرحمن بن عوف، فأكب عليه بلال، قال: والله ما نجوت إن نجا، بقتل بقتل. عبد الرحمن بن عوف بيقول لهم أسيري، لأن أمية من سادات قريش، وبعدين الأسير بيفدى ويفدى بمال كثير جدا،
فصار يصيح أسيري أسيري، فأكب عليه بلال حتى قتله. كم ما قتله ما زح منه رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال: ومنهم عامر ابن فهيرة. وعامر ابن فهيرة مولى لأبي بكر الصديق، أعتق برضه، وكان معه وكان في خدمته، وكان في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق في الهجرة، اللي كان بيساعدهم ويجيب لهم الطعام وكذا في الهجرة هو عامر ابن فهيرة، وأيضا هو من المماليك. قال: وجارية لبني عدي، كان عمر يعذبها على الإسلام. عمر طبعا من بني عدي رضي الله عنه، وكان الوقت ذاك مشرك، وكان بيعذب الجارية دي، فاشتراها أبو بكر الصديق واعتق. فقال أبو قحافة، وأبو قحافة هو أبوه، هو أبوه، لأنه أصلا أبو بكر الصديق اسمه عبد الله ابن عثمان، عثمان ده هو أبو قحافة أبوه، وأبوه كان مسلما. وأبو بكر الصديق من الصحابة الذين أسلم أبواهما، أسلم أبوه وأمه الاثنين. طيب، فقال أبو قحافة لابنه أبي بكر: يا بني، أراك تعتق رقابا ضعافا. الناس اللي بتشتريهم، طبعا أبو بكر الصديق كان عنده مال، كان تاجرا كبيرا وعنده مال كثير. أبوه قال له: أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أعتقت قوما جلدا يمنعونك. أمشي أعتق الناس القويين عشان يمنعوك وتستفيد منهم، ده رأي أبوه. فقال: إني أريد ما أريد. وكان بلال كلما اشتد به العذاب يقول: أحد أحد. يا إخواننا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه عنده فهم عجيب. وفي هذا قال أهل العلم مسألة نفيسة من مسائل الإخلاص في الدين. أبو بكر الصديق بيعتق ناس ضعاف، لا حول له ولا قوة، ولا عندهم قوة يحموه، ولا عندهم مال، ولا عندهم عشائر. طيب، فهموا شنو؟ فهموا إنه يعمل عمل لله ليس له من ورائه مكسب. يعني لما أنت تحسن لك لزول فقير أهل ما عنده، أنت بتكون داير من وراه شنو؟ ولي حاجة. عشان كده ربنا قال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ودي يا اخواننا ميزة أن تنفق على من لا يستطيع السداد. عشان كده ربنا قال: ولا تمنن تستكثر. ده لما تمشي أنت تنفق على زول مليان قروش عشان داير يرجع لك بعد ده، أنت تديه جنيه عشان يديك 10، لا، ده ما في سبيل الله. شوفوا، بكر الصديق يحسن لناس ما عندهم حاجة. طيب، قال ابتداء الدعوة: وقال الزهري: لما ظهر الإسلام أتى جماعة من كفار قريش إلى من آمن من عشائرهم فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. قال الواقدي: حدثني محمد بن صالح عن عاصم عن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهم، قالوا: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة، فدعا الناس 10 سنين يوافي المواسم. يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة سرا، وكان يجتمع مع أصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي،
وكان من الصحابة، وهم قلة ما بلغوا 40 نفر، وأحيانا كانوا بيستخفوا في الشعاب في الأودية ويمشوا يتعبدوا مستخفين من قريش. قيل كان أول من أعلن الدعوة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما بلغ الصحابة نحو من 40 خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه في المسجد أي حول الكعبة وصاح في قريش ونادى بشهادة أن لا إله إلا الله. قال أهل السير فضربوه ضربا حتى ما يعي شيئا، فقام أهله من بنيتين قاموا وفرقوا الناس منه ودفعوهم عنه وظنوا أن أبا بكر قد مات، بس راقد قدامهم لا بيتحرك ولا شايفين لأي حاجة، ظنوا إنه مات، فحملوه إلى بيت أبيه، فجاءت أمه لتطعمه أو لتطعمه طعاما، جابت له طعام عشان يطعم، فأبى، قال لها كيف رسول الله؟ أول ما استيقظ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ قالت لا أعرفه، أنا ما أعرف عنه حاجة. قال والله لا أطعم حتى أعرف كيف رسول الله، بس بقعد كده. قالوا فذهبت إلى والدة عمر بن الخطاب تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لا أعرف عنه شيئا. قال فحملوه على رجلين شايلينه، قول لهم بس تودوني لما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بعيني وأطمئن عليه بعد ذاك باكل. فحملوه يهادى بين رجلين حتى جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه واطمأن عليه، فبعد ذلك طعم طعاما. فكانوا يا إخواننا مستخفين في شنو؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ودي فترة الدعوة السرية. طيب قال يوافي المواسم كل عام يتبع الناس في منازلهم، وفي المواسم بعكاظ، عكاظ ده سوق، ومجنة ده سوق في مكة، وذي المجاز دي كلها أسواق، يدعوهم أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه. طيب يا أخواننا لاحظوا إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتبع مجمعات الناس، أماكن تجمع الناس في الأسواق، سوق عكاظة كان بيجي فيه الشعراء بيلقوا فيه أشعارهم، بتجتمع فيه القبائل، بيخطبوا أي قبيلة يقوم خطيبة يخطب في الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبعهم في أماكن تجمعهم. طيب بيقول لهم من يمنعني فأبلغ رسالة ربي؟ قال ولهم الجنة، فلا أجد أحدا ينصره ويحميه حتى لا يسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة فيقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب من ورائه، ماشي وراه عمه أبو لهب، وده في حديث ربيعة ابن عباد الديلي، وكان الوقت ذاك جاهلي وبعد ذاك كلم بالخبر ده. قال ومن خلفه رجل وضيء أحول العينين، الحول البسيط في العينين ده من علامات الجمال، كان جميلا يشرق وجهه، ده أبو لهب وماشي من وراه
من وراء النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم القبائل ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يكلمهم عن التوحيد وعم وراه يقول لهم هذا صابئ، صابئ يعني مرتد، كويس. قال من ورائه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب، فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد. لأنه يا أخوان الإنسان إذا عودي داخل عشيرته فالأمر أشد. لما يكذبوك الناس من أهلك الموضوع ده شديد. ولهذا جاءت صفية بنت عبد المطلب تكلم أبا لهب اللي هو عبد العزى أخوه ابن عبد المطلب، قالت يا أخي لا يحسن بك أن تترك ابن أخيك، تتركه فأنت أولى به وأحق به، فقال دعيني من كلام النساء. هذا يرمع كلام، كلام النساء ما بينفع معي. قال نحن قوم ضعاف وليس لنا بقوة بالعرب، لو تمالت العرب ومعهم قريش فليس لنا قوة بهم، ما بنقدر عليهم. فكان من أهل النبي صلى الله عليه وسلم من عشيرته من بني هاشم هو الوحيد شديد العداء، البقية كلهم حتى الما أسلم منهم اجتمعوا كلهم على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا اللعين أبو لهب. طيب فيقولون عشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك، وهو يقول اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. ولما نزل عليه قوله وأنذر عشيرتك الأقربين صعد الصفا، الصفا ده جبل في مكة، فنادى وصباحا. فلما اجتمعوا إليه قال لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من أسفل هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب، ده هو طبعا اجتمع مع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صعد على جبل الصفا صار ينادي في بطون قريش يا بني عبد مناف، فاجتمعوا يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني قصي ابن كلاب، كلهم اجتمعوا. حتى قالوا اللي ما قدر يجي رسل زول مكانه يجيب له الخبر. فقام يعني أعلن لهم التوحيد، قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لو قلتوا الكلمة دي بتفلحوا، كويس. أول زول رد عليه عمه قال تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. وده كان بارز بالعداوة. وهذه الآيات فيها يا أخواننا سر بديع جدا من أسرار الوحي. ربنا قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ربنا وعد أبي لهب أو أبا لهب بالنار وهو حي موجود، وأبو لهب ده ما أسلم لحد ما مات، ما أسلم وربنا وعده وهو حي. فهذا يدل على دقة القرآن في الأخبار، ما في نقاش، ده موعود بالنار يموت كده ولا حاول يكذب القرآن ذاته.
ولن دعا الإسلام لما مات. طيب قال ابن القيم رحمه الله تعالى: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله مستخفيا 3 سنين، ثم نزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لما جاء الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصدع بالدعوة وإعلان الدعوة، يا هو حصل القصة اللي قلناها. طيب قال: وفي السنة الرابعة ضرب سعد بن أبي وقاص رجلا من المشركين فشجه، وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب. شجه، الشج معناه الضرب في الرأس، الضرب في الرأس يسمى بالشج. وسعد ومن معه من الصحابة كانوا بيصلوا في الشعاب بيختفوا، فرآهم رجل من الكفار ومعه جماعة من قريش فسبوهم، وضرب سعد ابن أبي وقاص رجلا منهم فسال دمه، فكان أول دم أريق في سبيل الله. أول زول أراق دم في سبيل الله سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه مثل عمار ابن ياسر وخباب ابن الأرت وصهيب الرومي وبلال وأشباههم، فإذا مرت بهم قريش استهزأوا بهم وقالوا: هؤلاء جلساء قد من الله عليهم من بيننا. قريش كانت بتستخف بالمستضعفين من الصحابة. خباب بن الأرت هو التيمي رضي الله عنه أبو عبد الله، وهو ممن أوذي في الله. يوم من الأيام ذكر عند خباب ما تعرض له بلال، قالوا إنه بلال كان يجر في مكة وتوضع عليه الحجارة، فقال خباب: والله لقد أوقدوا النار على ظهري حتى أطفأها الودك. بالله شوف الأذى ده كيف، رقدوه في الأرض على ظهره ولعوا النار لحد ما الجمر بتاع النار ده أطفاه الدهن بتاع ظهره. ده يا أخواننا مبلغ بعيد من الأذى. وكان صابرا. وأما صهيب الرومي فهو النمري، وليس هو من الروم. صهيب الرومي ما من الروم عنصرا، إنما هاجر إلى الروم. الروم ديل الخواجات اللي بنقول لهم نحن الخواجات، ديل بلاد أوروبا. وهو أبو يحيى من منطقة نينوى في الموصل رضي الله عنه، هاجر إلى الروم، مكث عندهم فترة من الزمن ثم عاد. وكان صهيب بارعا في الرماية، وكان صاحب تجارة وعنده مال. فلما أراد الهجرة لحقه جماعة من كفار قريش في الشارع، فلما اقتربوا منه ناداهم من بعيد، قال: ما تريدون مني؟ دارين شنو؟ فسكتوا. قال: إن أردتم مالا دللتكم على مالي، أنا مالي قاعد في مكة هناك، لو دارين بوريكم مكان وامشي شيل. ولقد علمتم أني أرماكم رجلا، أنتم عارفين أنا كان مسكت سهمي ده ما بجلي واحد منكم،
قال أضربكم بسهمي وأتبعكم بسيفي. بقرطكم كلهم قال له. فلو دارين تموتوا تعالوا. وكان دارين قروش امشوا شيلوها. في النهاية لك باقين على الحياة وباقين على القروش. قول القروش وين؟ قال تحت الجدار الفلاني في الباب الفلاني. امشوا شيلوها. فرجعوا. وهاجر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، لأنه بماله اشترى الآخرة. فآثر الهجرة وآثر صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والإقامة معه في المدينة على ما عنده من المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع أبا يحيى. فخباب وصهيب الرومي وبلال وأشباههم كانوا بجالس النبي عليه الصلاة والسلام. كفار قريش يوم من الأيام قالوا له إحنا ما بنجلس معاك وديل قاعدين. طبعا ديل كفار عندهم أنفة تكبر استعلاء، ما ممكن قال لنا جالسك ومعاك ديل، فلو طردتهم من مجلسك نحن بنجي نقعد معاك. فهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك رجاء أن يسلم السادة الكبار، وإسلام بيبقى فتح للبقية. فربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. تقعد معه وقال له اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ربنا قال لا اصبر نفسك مع دين. ومن هنا يا أخواننا نحن نستفيد فائدة عظيمة، أن هذا الدين يستجيب له الضعفاء أكثر من استجابة الشرفاء. عشان كده قالوا اليهود عليه السلام ما لنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. من الأرذلين يعني الناس التعبانين، الناس المعادل كلهم قولوا ناس مفلسين ما عندهم حاجة. بادي الرأي، بادي الرأي يعني شنو؟ يعني زول ما فكر كثير. هم طبعا دي بيعتبروها مذمة، الزول تقول له الكلام بيقبلوا. بادي الرأي يعني شنو؟ يعني بيقبل من البداية كده، ما دار كلام كثير. وهذه يا اخواننا حال الضعفاء والفقراء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى معلقا على حديث يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. خشوا بدري. ليه؟ قال لأنهم ليس لهم مانع من قبول الحق. زول مفلس ما عنده حاجة تمنع يقبل الحق، لكن الزول مليان قروش ده اول ما تقول له قال تعالى كده طوال بيقعد بيفكر في قروشه في البنك وفي مكانته عند الناس. بقول لك انا كان خليت دين اهلي ده انا زول زعيم، انا العمده بتاع البلد، اقول للناس شنو؟ فيقعد يفكر في مكانته، يفكر في قروشه، يفكر في صداقاته، لأنه صاحب القروش ده عنده علاقات مع ناس كبار، العلاقات دي تتقطع كلها، الصداقات بتروح ومصالحه مع الناس، الموضوع ده طويل جدا. عشان كده بتلقاهم طوالي من كمشوا، أما المساكين طوالي بيجوا ما عندهم مشكلة. فهم أقرب إلى قبول الحق. قال ابن خلدون في المقدمة
قال وهم أقرب إلى الهداية. أنه الناس بسيطين قريبين من الهداية. طيب فقاموا ديل قالوا له تطردوا، ما بنقعد معاك ومعاك الفقراء ديل كويس. فربنا أنزل عليه هذه الآيات. وقال أبو جهل والله لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على رقبته. قال كذا نشوفه يصلي في الكعبة. فأتاه فقال ألم أنهك عن الصلاة؟ فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتنهرني وأنا أعز أهل البطحاء؟ لأنه كان سيد بني مخزوم، وبنو مخزوم كانوا ريحانة قريش وأكثر قريش. فنزل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وفي بعض الروايات أنه لما قال ألم أنهك، فوالله ما في مكة أعز من نادية. وقيل أبو جهل يوم من الأيام من استخفافه وحقارته عليه لعنة الله بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه في رجل من العرب كان له دين بمكة، داير قروش من أهل مكة. فالرجل جاء عشان ياخذ دينه، فمن طغيان كفار قريش أبو يدو. وأبو جهل كان جالسا عند الكعبة، فجاء الرجل ليأخذ دينه، فبقى بيسأل عن الناس اللي عندهم مكانة وعندهم كلمة عشان يمشوا يشفعوا له عند الناس اللي يدوم حقه. فقال له أبو جهل اذهب إلى ذاك الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس استخفافا به يعني، قال له امشي لذاك ليعطيك حقك. وذهب أبو جهل إلى بيته، فالرجل جل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لي دين بمكة وكذا وكذا، ومنهم أبو جهل ذات، وأنا دار منه قروش. قال فذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي جهل، فقرع الباب، فخرج إليه أبو جهل. قال ألهذا عليك دين؟ قال نعم. قال يعطيه حقه، ادي حقه. قالوا فدخل أبو جهل إلى بيته فجاء بالمال كله زي ما هو داير منه ودلعه. الناس استغربوا جدا، قالوا ما لك يا أبا الحكم؟ قال والله جاءني محمد ومن ورائه فحل إبل له ناب طويل واقف وراه، قال لو رفضت لالتحمني. فحل الإبل ده بيفتح في خشمه وبيكفل فيه واقف وراه. قال لهم انا ما عندي حلال الا ادي قروش، ماشي جبت له قروش اديت له. فده من استخفافه. لما جعل النبي عليه الصلاه والسلام في القصه دي ذاتها ودار يطع على قدمه رجع ما قدر يحصله. قالوا مالك؟ قال بيني وبينه ملك بينات، وقف جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو وصلني لقطعه الملك، ما قدر يحصله، قرب وفات طوال. طيب نمشي طوال. قال الهجرة الأولى إلى الحبشة. في السنة الخامسة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد عليهم العذاب والأذى، وقال إن فيها رجلا لا يظلم عنده أو الناس عنده. وكانت الحبشة متجر قريش، وكان أهل هذه
الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة. 12 راجل يعني وأربعة من النساء. وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستر قوم إسلامهم، وممن خرج الزبير. طيب نقف مع ذلك واحد واحد. الزبير وهو ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، عمة خديجة رضي الله عنها، من جهة أبيه عمة خديجة، وبالتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، لأن جد بني أسد ديل جدهم طوالي اللي هو عبد العزة، وعبد العزة ده أخو عبد مناف، ديل الاثنين أخوان، وأبوهم قصي ابن كلاب، فبيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي. طيب الزبير أمه صفية بنت عبد المطلب، صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها هالة بنت أهيب، أمها هالة بنت أهيب أخت آمنة، أي بنت عم آمنة بنت وهب، بنت عمة يعني، بيبقى له من جهة أبيه ومن جهة أمه. الزبير رضي الله عنه أرضاه أسلم صغيرا، وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ثلاثة كانوا نجدة أصحاب محمد، وهم الزبير وحمزة وعلي، وكانوا من أشجع الناس. أمه صفية كانت تربيه تربية قوية، حتى نقل ابن إسحاق في السيرة قال كانت بتضرب ضرب شديد، حتى أخذوا عليها قال له والله أنت بتضربيه شديد ولدي ده. قالت أريده كي يلب، يعني اتربى، ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، سلب الغنائم. فتربى الزبير تربية الشجعان، حتى قيل في مكة وكان عمر الزبير 12 سنة، عمره 12 سنة يعني بالضبط بكون قدر منه عبد الرحمن، ده أكبر منه، أصغر من ده، في سنة كم؟ سادسة صح؟ ديل اللي بيقروهم أنا الفتاة الملهمة، والله قصيدة مرة لقيت ولدي بيقرأ فيها أنا الفتاة الملهمة، قلت له ولدي أنت الفتاة الملهمة؟ الله يعوضني أنا، يقروهم أنا الفتاة الملهمة. شوف بالله السنة ده كان بربه كيف، عمره 12 سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في الغار فوق في الجبل، فصاح صائح قد أخذ محمد، قالوا فأخذ الزبير سيفه وانطلق، 12 سنة عمره، فقال الناس الصبي في السيف، مستغربين الصبي الصغير ده شايل سيفه ماشي قاتل، حتى أتى فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لك يا زبير؟ قال سمعت أنك قد أخذت يا رسول الله، قال وما كنت صانع؟ قال آخذ من أخذك. 12 سنة ديل أقول لك أنا الفتاة الملهمة، داير رب لنا أولادنا اطلعوا الولد من البيت ما تفرزوا، والله يا أخواننا الشيء شايفه عيني ده في وسائل التواصل وفي البرامج والشغل في الجامعات، الشغل اللي بيعملوا فيه ده دايروا رب لنا الاولاد عباره عن فتوات، الولد كلام رجال ما عنده، خليك من قلب رجال، كلام حق رجال في خشمه ما عنده، عم يشوفوا ولاداتنا في الجامعات
والله والله قلبك يتقطع. الولد كان معها انت فيه وسمعته بنضم بتقول دي بيت ممكن تغض بصرك منه قبل ما تشوفه. والله ده الحاصل ودي خطط مدروسة الناس ما فاهمها، كلها خطط مدروسة عشان نحن نبقى ضعفاء، نحن نبقى ناس ضعفاء. ويقول لك ما دايرين أي تربية عسكرية، ليه أنت قايل الكلام ده؟ ما وراه فهم، ده وراه فهم. زمان في واحد اسمه ابن العلقمي، ده في آخر دولة بني العباس، ده عمل مؤامرة فارتك بها الدولة كلها. جاء دخل على الأمير بتاع المؤمنين آنذاك وقال له يا أخي اتسعت الفتوحات الإسلامية ورقعة الإسلام دي ذاتها كبرت، ونحن قال له دي ما قادرين نحكمها. ده عامل فيها كام زولو مقرب له جدا ومستشاره، قال له دي نحن ما قادرين نحكمها، أرى أن تسرح الجيوش، الجيوش الإسلامية دي، قال له سرحها. ها ما محتاجين له احنا تاني، بس ان نحكم بلدنا القدر اللي قاعدين فيها دي. وهو متكتك المؤامره دي مع الكفره من برا مع التتار، قال لهم انا بديكم الاشاره بعد ذاك. الخليفه سمع كلامه، سرح الجيوش، بقت البلد ماشيه ساي. ها زي ما الجماعه يقول لك كده احنا دارينا والحريات، ما في بلد من غير قوه، ما بتقدر تحمي رقبتك، امك ما بتحرسها من غير قوه. قال لا لا احنا ده ما محتاجين لده كله، احنا عساكر يستنزفوا الدوله ما محتاجين لهم خلاص. اول ما سرح الجيوش طوالي ده رسل رساله للتتار بهناك، قال لهم الوضع جاهز تعالوا داخلين. فدخل التتار قتلوا الاف الاف المسلمين وشالوا الكتب بتاعت المسلمين كبوها في البحر، قالوا لحد ما نهر دجلة ده اتغير لونه من الكتب والثروة العلمية، انتهوا منا كلها. وأول ما جاء مسكوا السلطان قال لهم شفتوا الخليفة ده؟ ده جد العباس. ها حبسوهم ديل جوا وكده، فالتتار كانت بتفوت عليهم النقطة دي، ابن العلقمي الكلب قال لهم لا ده تقتلوا أول حاجة، لانه ده قال لهم جد النبي كان خليته بلم الناس ثاني وبيقوم عليكم تقتلوا، ده اول حاجه قتلوه. ده سمع كلامه قبيل. دي المؤامره الشغاله الليله، يطلعوا اولادنا دلوعات، ده رجال البلد دلوع الواحد اكان ملص نعلات وكرعه تنجرح، تخيل معاي. وبعد ده يحقد الشعب كله على جيشه، ويبقى اجرم زول اللابس الكاكي ده، ده اجرم زول. انا ما بتكلم عن 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 فهم سياسي باي ده وبعارض ضك، لا، لكن بتكلم عن حقيقه المؤامره. ومؤامره ما بالسودان، كل البلاد الاسلاميه الان ممنوعين المسلمين من اقتناء اسلحه، ممنوعين من تجهيز جيوش، مع انه ديلاك اللي عندهم حقوق الانسان واللي عندهم منظمات السلام والامن العالمي عندهم الاسلحه بانواعها ويصنعوها ويتطوروا فيها ويجهزوا جيوش باقوى المقومات، وانت جريمه كونه تعمل جيش، جريمه كونه تعمل قوه، جريمة كونه تصنع أسلحة حتى وإن كانت لأغراض سلمية لأغراض الدفاع عن النفس. لا، شوفوا المؤامرة حدها وين، عشان يومك اللي أنت تبقى ضعيف بعد ذاك بتسيدوك. ها بعد ذاك بتسيدوك ويركبوا في راسك ويسرقوا مواردك وتبقى أنت شحان طول حياتك ما أدي كورتك لأنك ضعيف. ها وده الفهم. طيب فقلنا
الزبير رضي الله عنه أرضاه كان شجاعا فذا، ونزلت الملائكة يوم بدر على هيئة الزبير رضي الله عنه، كان يلبس عمامة صفراء، فنزلت الملائكة على سيما الزبير وقتل مغدورا حتى رسته عاتكة رضي الله عنها، وكانت زوجته بنت زيد بن عمرو بن نفيل بأبيات عظيمة جدا، وقالت لي الغادر ده، قالت له انت كنت قابله، ما انت قتلت الزبير غدر، وقالت له ده ما بتكتل الا غدر، ما في رجل بيقدر يقتله عديل، فقتله ابن جرموز ويدعي الدفاع عن علي رضي الله عنه. لما جاء دخل على علي بن ابي طالب قيل له يستأذن عليك ابن جرموز، قال قولوا له بشر قاتل ابن صفية بالنار، سمعته من رسول الله، تقال لك قتلت الزبير فأبشر بالنار. قالوا فانطلق ابن جرموز في الأرض يسيح في الأرض ما عارف يعمل شنو، ضاقت عليه نفسه، فكان إذا نام رأى صورة الزبير، وإذا استيقظ لا يستطيع أن يأكل، بقى حاير به لحد ما صعد إلى أعلى جبل وألقى بنفسه ومات. ودي حقة الدنيا وراجع، وبعدين حقة الآخرة. فالزبير رضي الله عنه وأرضاه كان من أعلام الصحابة رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن عوف ده برضو ممن هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، وبرضو ناخذنا معه وقفة صغيرة. عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد عمرو، عبد عمرو بن عوف، لما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة، وهو يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أم رسول الله، فهو زهري، من جهة أم النبي صلى الله عليه وسلم هو زهري، وحتى من جهة أمه هو برضو زهري، هو زهري من جهة أمه وأبوه، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وباعتباره ابن عم لسعد ابن أبي وقاص، ابن عم له. طيب عبد الرحمن بن عوف هو أحد العشر المبشرين بالجنة، واحد الستة أصحاب الشورى، وكان رجلا طويلا أهتم الأسنان، أهتم يعني شنو؟ أهتم الزول السنين والقدام المكسورات يسموه أهتم، أهدب الأشفار، أهدب الأشفار يعني طويل رموش العيون، أعسر اليد، أعرج الرجل. أعسر هو عمر الخطاب كانوا عسر، يعني بيتعاملوا بيدهم الشمال. أما قصة أهتم وأعرج ديل الاثنين حصل له يوم أحد، الهتم والعرج. أما العرج فطعن في رجله حتى صارت عرجاء، وأما الهتم فأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بحجر فدخل السن المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، المغفر الطاقية اللي بيلبسوها زي الخوصة بتاعت الموتر دي، أو بيسموها الخوذة،
فدخلت سن منها في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم وانكسرت جوا، بقت الحديدة قاعدة جوا سنين. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ليخرجها بيده، فقال له عبد الرحمن: أسألك بحقي عليك ألا تركتها لي، خليها بمروق أنا. وخاف أن يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم لو طلعها بشنو بيده، خاف يتأذى، فأخرجها بسنه، قبض عليها وطلع السن الأولى فانكسرت سنه الأولى، ومسكها بالثانية طلع السن الثانية فاتكسرت شنو سنون الاثنين القدام الثنايا. قالوا: فصار أهتم وكان أحسن الناس هتما. مع هتمه ده كان شنو؟ كان جميل جدا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بينه وبين سعد بن الربيع، فقال له سعد رضي الله عنه أو قيل عثمان، قال له: إن لي، قال له: إن لي حائطين، عندي بستانين، فخذ أيهما شئت، شيل واحد منهم لله، وكان فقيرا. فقال له عبد الرحمن: لا، قال: أنا ما بشيل، ولكن دلني على السوق وريني محل بتاجر الناس وين. فذهب إلى السوق فاتجر فيه، فصار أكثر الناس مالا، ما في زول بيلحق عبد الرحمن بن عوف المال. قالوا: حمل على 500 فرس في سبيل الله. طلع عدد كم؟ 500 فرس مجهزة طلع في سبيل الله، ولما مات ورثت كل واحدة من نسائه 100,000 دينار. هسه الآن لو في مرة عندها الدينار بتاع الذهب ذاته قدر الدينار حقنا ده بتاع الحديد، ها؟ منو اللي بيورث في بلدنا دي اللي بيورث 100,000 دينار ذهب؟ منو 100,000 دينار من الذهب ورثها عبد الرحمن بن عوف، ومع ده ما خلى الجهاد ولا خلى العلم. قيل: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وراء رجل من أصحابه إلا وراء عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر الصديق، وكان يفتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع القروش دي كلها عنده علم. ودي رسالة للدعاة الشحادين، في ناس شغالين شحدة، انت داعي قدر تدعو لي الله اشتغل زي الرجال، ما تمد كورتك، والله في واحدين ولا بيخجلوا، الواحد تلقاه عامل له محاضرة في الشحدة كيف الناس يدوك قروش، ما بتخجل يا اخي انت راجل، والله انت مفترض يدخلوك مع الحريم تقعد معاه خواتك جوا، لانه الحريم اللي بيقعدن ويجيبوا لنا الاكل في محلين، والزول اللي بيشتغل فيه مغلقه ده وبياكل بالحلال افضل منك انت الداعي الشحاد، والله افضل منك، انت مستهبل ولا شنو؟ والله في ناس يا اخواننا شوهوا صوره الدعوه وما احترموا العلم ولا قيموه، يا اخي ترفع واكتسب بالحلال واشتغل زي الرجال. في واحدين اكلمك النصيحه، انا زعلان لانه ده شوه صوره الدعاة، وبيقوا الناس ذاته بعينه لنا كانه الزول اللي لابس له عمه وبيعلم في الناس الدين ده زول جايين دار منهم حاجه، وي ما احنا ما دارين اي حاجه من زول، والله ما دار منك اي شيء، تعلم علمك ده وفوت ختاني ولا حاجه ما دار منك، ولا يوم من الايام ها
ما تتخيل انه انا بجي بديك محاضره عشان لما نمرق برا تقول لي هاك الظرف ده عليك الله ده يا زول انا شغال زي وزي الرجال وكان ما قدرت اكل اولادي ما بعمل محاضره امشي اول حاجه اشتغل واكل عيالي ها بعدين كان انا بجي بشتغل الدين ده ما اكلت اولادك ما تجي انت تلبس لك عمه وتعمل فيها انت دار ها تدي الناس دين كويس ف يا اخواننا ها دي رساله مهمه جدا من ضمن سيره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه للاستغناء والعفه الزول يستغني ويتعفف والنبي صلى الله عليه وسلم قال ها ومن يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى جاء وقت الاذان الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن نقل عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه ذات يوم كانت له قافلة دخلت المدينة من 700 راحلة محملة بالدقيق والطعام فلما دخلت المدينة قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل عبد الرحمن ابن عوف الجنة إلا حبوا وجاءت أيضا في رواية أن عبد الرحمن رضي الله عنه رأى في المنام أنه تأخر في دخول الجنة ودي أخواننا من الأشياء الإنسان برضو يعمل حسابه منها في المال إنه المال حسابه طويل قالت لا يدخل الجنة إلا حبوا فقال عبد الرحمن لأم المؤمنين رضي الله عنها يا أماه إني أشهدك الله أنها جميعا بأحلاسها وأحمالها وطعامها في سبيل الله 700 راحلة محملة دي بمرقة من دي 700 راحلة محملة قال لها كلها في سبيل الله طلعها كلها قال الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على المسألة دي
قال وإن تأخر دخول عبد الرحمن بن عوف فإن منزلته في العليا مع علي والزبير وغيرهم. هذا ما يضر في منزلته، ولكن عشان يعرف أصحاب المال إنه حساب أطول من شنو؟ من الفقراء. ولكن يا أخواننا عبد الرحمن بن عوف يعني ما عرف مثله في الإنفاق. قالوا كانت المدينة بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف ثلاثة أثلاث. المدينة دي قسمها لثلاثة. قالوا يقرض ثلثا، تلت المدينة دي اللي بيدينهم، ويقضي دين ثلث. الثلث الثاني اللي ما دينهم بيجوا بيقضي لهم دينهم، ويصل ثلثا. الثلث الاخير ذاك بيصلهم بالاحسان، ده اللي بيلحقوا ثاني منهم. لا ما بيطلعوا. رضي الله عنه وارضاه. وهو يا اخواننا نموذج كما ذكرنا للانسان يعني العفيف، واي زول بيستعفف ربنا بعفه، واي زول بيسترزل نفسه ربنا حيجعل له رزقه على عطايا الناس. كويس، فخلي نفسك دائما عليا. قال الامام الذهبي رحمه الله تعالى وافضل مناقب واعمال ابن عوف رضي الله عنه انه لما جعله عمر رضي الله عنه اميرا على السته، السته اللي خلى بيناتهم الشورى بينهم، اهل الشورى اللي بيكون الحكم من بعد عمر فيهم اللي هم علي بن ابي طالب، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد و الزبير وطلحه. السته ديل كان اميرهم عبد الرحمن بن عوف. قال الذهبي فعزل نفسه منها، اول حاجه عزل نفسه قال انا برا. فقال طلحه امري عند عثمان، انا ذاتي تنازلت وخليت امري عند عثمان. وقال الزبير امري لا قال الزبير امري عند علي، واما سعد مرق منا كلكم. قال ولو كان عبد الرحمن محابيا لاخذها لنفسه. ما هو الامير عليهم، كانوا يقولوا لهم انا خلاص شلتها انتهينا. قال ولا اعطاها لابن عمه، ودى عمه منه سعد، لا ادى له ودى عمه ولا شاله. قال لأستشيرن فيها المسلمين. فاستشار الناس، فجاء فأخذ بيد عثمان بن عفان فقال لم أجد الناس يعدلون بك عن غيرك. الناس كلهم اللي بسألهم بيقولوا عثمان، فبايع عثمان وبايعه المسلمون. طيب ومناقبه كثيرة جدا، بيجينا إن شاء الله طرف منا قدام في السيرة ثلاثة. قال وابن مسعود، ديل يا اخواننا من المستضعفين اللي هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. اما عبد الله ابن مسعود فهو عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي حليف بني زهره، وهو من اعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المستضعفين من المسلمين. وصعد يوم من الايام على نخلة دار ينزل منها البلح، فنظر الصحابة إلى دقة ساقيه، كان أحمش الساقين يعني رقيق الساقين، فتعجب الصحابة وضحكوا. الهوى لعب بثوبه وشافوا ساقينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. ساقينه ديل
أثقل من جبل أحد رضي الله عنه وأرضاه. قال حفظت من النبي من في النبي صلى الله عليه وسلم من خشمه 70 سورة من القرآن. ده لما عثمان رضي الله عنه أمر زيد ابن ثابت بجمع القرآن قال له حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 70 أو 90 سورة. وزيد غلام له ذؤابتين، يعني مسرح شعره كده اثنين، له ذؤابتين يلعب مع الصبيان. أنا قال له قد حفظت 90 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أعلم الناس بالقرآن. وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال اقرأ علي يا ابن مسعود. قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا عليه سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال حسبك يا ابن مسعود. فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. النبي صلى الله عليه وسلم صار يبكي من تلاوته القرآن. فابن مسعود رضي الله عنه بلغ المنازل في العلم والمكان العلية حتى من اللطائف. يوم من الأيام دخل رجل على عمر بن الخطاب في عهده قال يا أمير المؤمنين رأيت رجلا في الكوفة. ابن مسعود كان في الكوفة وكان والي على الكوفة. قال رأيت رجلا في الكوفة يملي القرآن من حفظه، ما قاعد ما تدرس من كتاب، أي زول داري يحمل القرآن بديه من صدره بس، يقول له ده سورة شنو؟ سورة كذا، يمليه ويملي هذا ويملي هذا. قال الراوي فغضب عمر رضي الله عنه حتى انتفخ وكاد يملأ شعب الرجل، شدة ما تنفخ من الغضب كاد يملأ الفرق بينه وبين الرجل القاعد قدامه. وعمر رضي الله عنه كان شديدا في العلم، يعني يحب ضبط العلم، غضب غضب شديد. قال ويحك، من هذا؟ ده منو اللي بيعمل كده؟ قال قلت هذا عبد الله بن مسعود. قال فما زال يطفأ غضب عمر، بقى بيتنفس شوية شوية حتى سري عنه فعاد إلى حاله الأول، رجع زي ما هو. قال والله ما أعلم أحدا أحق بهذا منه، ما في زال أحق بهذا منه. قال له ولقد رأيتنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الصديق في الليل في أمر من أمور المسلمين. بيجي بالليل لأبو بكر الصديق وبتشاوروا في أمور المسلمين. قالوا كنت معهم حتى إذا خرجنا أتينا على المسجد فإذا رجل من المسلمين قائم يصلي، بيقرأ في القرآن، يصلي في المسجد. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ودي أمه، أم عبد دي أمه. قال عمر رضي الله عنه فصليت الفجر بعد صلاة الفجر طوالي. قال فانطلقت إلى منزل عبد الله بن مسعود لأبشره فوجدت أن أبا بكر قد سبقني، مش لبتين ما معروف بشر، دي بشرة يا أخوانا عظيمة جدا. فابن مسعود الهذلي رضي الله عنه كان من أعلام الصحابة ومن أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن رضي الله تعالى عنه أرضاه. قال وأبو سلمة، وأبو سلمة هو ابن عبد الأسد المخزومي
أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، من أخوان النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، هاجر الهجرة إلى الحبشة، وهاجر الهجرة الثانية إلى المدينة، وشهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زوج أم سلمة، وولد منها سلمة، وولد عمرو، وولد برة، وكلهم صحابة، برة وعمرة وعمر وسلمة وزينب، عنده أربعة بنتين ولدين، أبو سلمة رضي الله عنه، وزوجته أم سلمة هي أم المؤمنين، وكان أبو سلمة رجلا طيبا حسن العشرة، حتى إنها لما استشهد رضي الله عنه وأرضاه أو مرضه، فلما أتاه الموت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت أم سلمة: فترددت في ذلك وقلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ يعني الله حيديني منه ثاني أخير من أبي سلمة، هذا لحسن عشرته، كان عشرته معها طيبة ومعاملته معها كريمة وجميلة. فلكن قالت: قلت ذلك طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء قالته. قالت: فخطبني عمر فرفضت. شوف جوا كلهم فوق، فوق كلهم من أبي سلمة. فخطبني عمر فرفضت، فخطبني أبو بكر أفضل منه، قالت فرفضت. قالت: فخطبني رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتبطت منه اغتباطا عظيما. لقت الخير الكثير، وكانت امرأة عاقلة رضي الله عنها وأرضاها. سمعنا جاء تمام خلاص. طيب كده احنا بنكون يا دوب بدينا في باب من هاجر الهجرة الأولى، 12 رجل وأربعة نسوة، أو أربع نسوة. نكمل إن شاء الله الحديث في الدرس القادم. صلى اللهم على نبينا محمد.